رئيس الحكومة يؤكد إحياء شعيرة الأضحى على الرغم من الظرفية الفلاحية الصعبة التي تجتازها المملكة. زفت الحكومة على لسان رئيسها عزيز أخنوش خبرا سعيدا إلى المغاربة مبشرا إياهم بتمكينهم هذا العام من إحياء شعيرة الأضحى كما جرت العادة. بيان العيد كاين، العيد كاين، العيد كاين ان شاء الله يكون بخير. حرام هادشي اللي راكو ديرو، حرام. وقد تحدث أخنوش خلال تعقيبه على مداخلات الفرق النيابية مساء اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، مؤكدا عمل الحكومة على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين. هادو واحد العدد ديال الإمكانيات اللي عملنا مع الفاعلين في القطاع باش نحاولوا نجيبوا الاثمنه تكون في واحد المستوى، اون ميم طون في نفس الوقت نحافظوا يعني على القطيع ديالنا. الحكومات مزات وزاد والحاله هي عيدنا الشعب. وتابع رئيس الحكومه موضحا جهود الحكومه للعمل على بقاء اسعار الاضاحي في الفتره المقبله مستقره 78، مذكرا في هذا الصدد بالعقود والبرامج التي أشرفت على توقيعها الأسبوع المنصرم ضمن فعاليات الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، والتي تجمع الحكومة ب 19 فيدرالية مهنية. هذه الاتفاقيات تغطي ضمن استراتيجية الجيل الأخضر فترة تمتد من 2023 إلى 2030، سواء بالنسبة للاستثمارات كما الإنتاج. أفاد رئيس الحكومة مؤكدا أن ذلك يتطلب استثمار 110 مليار ديال الدرهم، ضمنها 42% دعم من الدولة والتي تشمل جميع القطاعات للحفاظ على الأثمنة. مسؤول الحكومي لم يتوانى في حديثه إلى النواب متفائلا مع مداخلتهم عن إبداء تفهمه بالظروف الصعبة التي يواجهها الفلاح المغربي من قلة التساقطات والمشاكل المرتبطة بها، مشير إلى أن ذلك يفرض على الحكومة إرضاءه، لكن المواطن أيضا يجب أن يتم الحفاظ على قدرته الشرائية. حرام هادشي اللي راكو ديرو، حرام. الحكومات مزات وزاد والحالة هي عيدنا الشعارات. بشكل تعمل الحكومة على إيجاد ميكانيزمات للتوافق حوله.